حرف الألزام والحكم المبين. اي لا لا ما فيه نادعك ولا عيش كريمة ما دام الوطن بعيد ودم مصبح وليمة. ناديت بعالي الصوت يا أم عظيمة يكفيك سكوت ونوم وهاي أكبر قريم. ناديت من وسط جراح دم مصبح شلال وعيونكم عم تتفرج ما في كيف الحال. أشكيكم لعله الله يغير الحال. أشكيكم لعله الله يغير الحال. يا أمي قبلت بالذل وصارت تحسب مال والعيد يا من ننعود ترجع فلسطين. والعيد يا من ننعود ترجع فلسطين ونبني مجد الأحرار ونزرع أراضينا. ونبني مجد الأحرار ونزرع أراضينا ونكتب تاريخ الأمة ونتذكر ماضينا. ونكتب تاريخ الأمة ونتذكر ماضينا ونفتح أبواب الأرض لكل المسلمين لكل المسلمين. طبعا كان معكم الفائز بلقب منشد الحرية مامون قائد سعيد. يصعد الآن لتكريمهم المنشد الكبير بلال الأغبري. إذا المنشد بلال الأغبري يقوم بتكريم مامون قائد سعيد الفائز بلقب منشد الحرية، كما أنه يقوم بتكريم ريتاج عارف الأصبحي الفائزة بلقب البلبل الصغير. تختمرك يا وطن خذ ما تريد. تختمرك يا وطن دون مجد في موتنا مجد حياة. تحتمرك يا وطن الله 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 يحميك يا من الله يحميك يا من. لو طلمت البدر ونعم الآن مقابلة مع منشد الحرية. لحظات لحظات نسأل منشد الحرية، هل شارك في من قبل في مسابقات غير هذه المسابقة؟ لا كنا أصلنا المسابقات ما فيش ولا في إبداعات ولا يطلعوا الإبداعات أصلا. يعني هذه أول مسابقة كانت لك؟ أول مسابقة وهذه فرصة يعني ثمينة لي. وبماذا تميزت هذه المسابقة في هذه المرة؟ تميزت بعدة أشياء من تطهير الأصوات المحبوسة في الأرض الذي مظهرش عفاس. إذن أنت غنيت الآن للحرية بعد أن كان صوتك محبوبا عن الناس. نشكر المنشد مامون ونبقى الآن مع ريتاج.